ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله كله بخير. عشان بس ما نطولش في المقدمه واختصر الكلام، الموضوع بتاع السم سكنات جد ومش هزار، ودي رابعه وخمس سكين نسلمها للناس في اخر شهر. بس اما بالنسبه للشرح، ازاي تكسب سكنات؟ الناس القديمة عارفه الدنيا. طب لو انت جديد، انزل لك فيديو شرح مختصر دلوقتي فهمك الدنيا. كان مثلا انت عملت كومنت واحد في الحلقه، يبقى انت ليك كده صوت، فهتاخد واحد. في واحد عمل كومنتين في الحلقه يوم 25، الحلقه يوم 26، عمل كومنت هنا وعمل كومنت هنا، فكده هياخد رقمين اللي هو من 2 ل 3، وكده هيكون فرصته اكبر ان هو يكسب. ويستاهل لو انه تعب. ولما اخلص ترقيم وليكن مثلا العدد بتاعكم وصل 30 40، هدخل على جوجل يختار رقم عشوائي والرقم ده ابعت له سكان. اما بخصوص الجيف اوي الجديده، ديسكورد زي ما هو مفيش جديد. تدخل تبعت لي صوره للسكان اللي انت عايزها واسمك والصوره والسيرفر، وتعمل انفايت لاصحابك يدخلوا يديلك فوت في على الصوره، الفوت ده كرياكشن. اما بخصوص اليوتيوب رقم، لا انا ممكن تكتب اي كومنت عادي، انا كده كده هبص في الاخر على الكومنتات وارقمكم وهبعت السكن عشوائي. بس يا جدعان جي جي. في النهايه يا ريت الناس تحط لايك وتفعل الجرس، عشان بس لما ينزل فيديو يفكرك ان في سكنات توزع، ما تنساش اللايك. الواد ده اللي موديه هناك كده معاك حوار ولا ايه؟ معاها ار، معاها ار. ها اجري اعمل بس تحت. اس اس انا جاي لك مين بيات اللي فيه بيت يا اسطى كده. البلاي هدخل على الاثنين اللي هناك دول. روحك كلاية كلاية. ايوه حقك، ده انت سبت البلو. انت نموت هنا على فكرة. هما شايفينك. بس اضرب اضرب كده انت هتموت. ارجع على السر هتموتك، هتسمايت وتروح دايس على البيت. خدنا ماشي. شو البلاي فجأة مش كده؟ فجأة يا بنت المرض. ماشي انا مش حلها اعمله. تعالى يا جدعان بره. يلا انا هضرب من ورا بسات. بس بكلام الموت يا لهو بنقص. تعالى اصلا بس تجيب، تعالى نيجي تجيبه ايه؟ بنقص يا اسطى، هموت هموت. اكسكيوتد بت ده تضرب اقرا سمايت بقى. عيلكم كده هدي 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 يا اسطى. ايش بتعمل ايه؟
ماشي. اديت لها سلو، اديت لها سلو، واخدة سلو كده كمان. سلو بتاعتك ها، لحد ما اجيب الاثنين اللي في الميد لين دول. قام فين؟ عمير جيز. هتقوم مثلا لو فكرت في حل الهبل ده. انا مت، سيبونا انا اللي استاهل اموت. ما انت انسان. معرفش يعني هي دي غلطة من الماوس ولا ايه، بس بتحصل معايا كتير. باجي ادوس دبليو مكان بيروح بتروح رايح عكس المكان اللي انا دايس عليه. بتحصل معايا. مقارنيش بترول او ان انا بحاول. لا بتحصل معايا والله. روح اتحرك دلوقتي، اتحرك يا حبيب قلبي اتحرك. سلام. انا عملت تيبو وراك، انا وراك يا اسطى. ها انا وراك. انا دخلت في واحدة هربت اهي. فكرها انها تهرب وكده. ها استحملت انا ياما برضه. ايوه انا قلت لك اتحرك خلاص. جي جي بقول لك دون تين. انا هنك الصم عشت لما شفنا ناس بالذل. ايه ده ازاي؟ حرفيا ده هم عاملين حساب للكلام ده كله اصلا. عاملين حساب للكلام ده كله يا ابني. هم لما هاتف يلعبوا على الضيق. والله ما بهزر، ده عاملين حساب للكلام ده كله يا ابني. هاتوا البت دي. ايوه فوروها فوروها. انا فورت لك البيت. هو مين اللي دفع يا جدعان؟ سمعت يا عم، سمعت يابا. اجري هدوخ. لا فيها لا ما فيهاش. لا والله هتخش فيها رجالة انتوا واقفين تتفرجوا علينا. انا معيش وفيها يا جدعان. والله استرد. من امتى يا رجالة؟ بدري اوي. يا ابني صوت. لا انت اصلا اتأخرت. يا اما كنت تخش معانا يا ما تخش. عايز تدخلها؟ يلا بينا. يا اسطى والله لا تعيب من الانجل فيه. يا عم. عايز اكتب له ايزي بس مش قلبي مش متوقع يعني. ارجعوا عشان الملفات عايز يضربكم كلكم. طب الملفات نفسه حاجه زي كده اهو. البت دي يعني ما لحقتش يعني. انت ما سمرتها في الارض. هو ده بيلعب ايه تاني؟ هينزل. انزل بقى. ماشي ماشي يا معلم. بقى جميل قوي جيم زي ده نخسره. يا لهوي
لا انا مؤقت الناس شكلها محتاره عشان نزعل. انا الفايت مش هخسرها معاك. فايت مين يا ابني؟ ده مردكايزر. يعني انتوا ايه يعني؟ انتوا مش رجاله يعني ولا ايه؟ انا جاي معاك يلا دوه، انا معاك وراك. كمل كمل. انا سبت اللي فيه والله وكملت معاه عشان عارف انك تانك يوم مش هتعرف تعمل حاجه. انا بقدر اعملوه مفاتنا يعني. اقل حاجه. الواد ده مهندته معايا، اه الواد مع كين انها ورانا، شفتها. كين ورانا. انا معاك. مش مستاهله يا كين والله اللي انت بتعمله ده كله. لو مستاهله اقول لك. الفرعون يا جدعان عندنا حاجة بقى. الواد ده معايا زونيا بس ما فيش يدوس. هتقع الحظ. يا لهو عزول. يا لهو عزول. لا روح انا دوس دبليو ما لحقش يلمسني. الفتى يموت يضرب اهو. هو ضرب اهو وضرب واداني اجنايت، اداني اجنايت ابن المرة.